جدد طيران التحالف قصفه اليوم معسكر الصواريخ بجبل عطان بالعاصمة صنعاء، وكانت مقاتلات التحالف قد شنت بعد منتصف ليلة أمس سلسلة غارات عنيفة استهدفت جبل عطان وكلية الطيران والدفاع الجوي ومخازن المؤسسات الاقتصادية في عصر ومنزل قيادي حوثي في منطقة الجراف. تظاهر المئة من أبناء مدينة إب في ساحة الحرية في جمعة جديدة رفضا لتواجد الميليشيات الحوثية في محافظتهم وسطوها المسلح على مؤسسات ومقدرات الوطن. وأدان المشاركون في التظاهرات جرائم ميليشيات الحوثي وصالح، متهمين تلك الميليشيات بافتعال الأزمة كعقاب جماعي للشعب اليمني الرافض لانقلابهم وجرائمهم. خرجنا في هذه الجمعة كي نرحل باقية العفافيش والانقلابيين ونثبت لهم بأن إب حرة لن تركع أبدا. خرجنا اليوم نندد بجرائم الحوثي والمخلوع الذي يرتكبها في مدينة عدن الحرة، ونقول لهم كفى عبثا بالوطن، وكفى عبثا بالوطن، لماذا تعبثون بالوطن؟ أليس هو وطن الجميع؟ رسالة نوجهها إلى رجال المقاومة في محافظة تعز، أولئك الذين يقدمون أرواحهم فداء لمحافظتهم، الذين يقدمون أغلى ما عندهم حفاظا على أن تبقى محافظتهم بعيدة عن سيطرة الحوافيش وميليشيات صالح. نقول لهم اثبتوا، فإن الله سبحانه وتعالى كاتب لكم النصر في شهر رمضان، هو شهر الانتصارات وشهر الفتوحات. تحيا المئات من أبناء تعز جمعة جديدة في ساحة الحرية اسمها بجمعة الفرقان، مؤكدين على الصمود حتى دحر الميليشيات الحوثية الغازية المعتدية. نشيد بخطوات نحو فتح أقسام الشرطة، وندعو إلى الإسراع بذلك والتعاون من الجميع، ومثل ذلك في مجال الخدمات من الكهرباء والمياه والنظافة، إذ نشكر جهوداً بذلت، نتمنى استمرار الجهود حتى تعم الفائدة جميع المواطنين. عليكم القيام بدوركم في إحياء دور مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية، والعمل بما يحقق الأمن والاستقرار. إلى أولي البطر، إلى أولئكم الخصوم، ومع ترفعنا عن حديث مع أمثالهم لكنه بلاغ للناس لعلهم يرجعون، إليهم نقول ارعوا، فإن مصيركم إلى زوال، ومآل انتفاشتكم إلى سراب، وعاقبة أمركم إلى خسران، فهلا راجعتم الحساب. ثم إلى الصامتين، الصمت لم يعد اليوم مبررا، بل مشاركة في الجرائم ونصرة للظالم المعتدي، فأخرجوا عن صمتكم، فالصمت عار، الصمت عار. مقاومة شعبية، مقاومة شعبية، مقاومة شعبية، اسحقوا الحوثية. دارت اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية بتعز المسنودين بالجيش المؤيد للشرعية مع ميليشيات الحوثي وصالح في شارع الأربعين والحرير وأسفل عصيفرة، وتمكنت المقاومة خلال اليومين الماضيين من أسر عدد من عناصر ميليشيات الحوثي من بينهم قيادي يدعى عبد العزيز الجنيد. إلى ذلك قصف طيران التحالف عدة مواقع في تعز تتمركز فيها آليات ثقيلة تابعة لميليشيات الحوثي وصالح. اندلع حريق اليوم في منزلين في أحد أحياء تعز نتيجة للقصف المستمر لميليشيات الحوثي المتمركزة بمنطقة المجلية ومنطقة النقطة الرابعة، ويتسبب القصف المستمر لميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في سقوط ضحايا مدنيين. شن مسلحون اليوم الجمعة هجوما بقذائف الار بي جي على إدارة أمن مديرية العدين بمحافظة إب الذي يتمركز فيه مسلحون من ميليشيات الحوثي، كما شنوا هجوما آخر استهدف نقطة لمسلحي الحوثي في منطقة الصلبة بالمديرية.
قتل رجل وامرأة وطفل وأصيب عدد آخر في قصف لميليشيات الحوثي وصالح بالقذائف الصاروخية منازل مدنيين في حي صلاح الدين السكني بمدينة عدن. كما أطلقت ميليشيات الحوثي عددا من القذائف في وقت متأخر من مساء أمس على حي بلوك 11 بالمنصورة، وأدت إلى تضرر أحد المنازل بشكل كبير وأثارت الخوف والذعر في نفوس أهل المنطقة. أشار تقرير حكومي إلى أن إجمالي الخسائر المادية جراء قصف ميليشيات الحوثي وصالح لمصافي عدن يقدر بأربعين مليون وسبعمائة وثمانية وستين ألف دولار، وهو ما يعادل أكثر من 8,750,000,000 ريال. وأوضح التقرير الذي قدمه للحكومة محمد العناني مدير الإنتاج بالمصافي أن إجمالي كمية النفط الخام والمشتقات النفطية المحترقة جراء قصف المصفاة بلغ 143 لترا. ذكر مصدر بالمقاومة الشعبية في محافظة الضالع أن فرقة التدخل السريع التابعة للمقاومة بمنطقة العقلة استهدفت طقما تابعا لميليشيات الحوثي وصالح بالقرب من قرية زريع، ما أدى إلى إحراق الطقم وسقوط من كانوا على متنه قتلى وجرحى. إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن طيران التحالف نفذ عملية إنزال جوي لمساعدات طبية لمستشفى النصر العام بمدينة الضالع مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة بعد يومين من إطلاق المستشفى مناشدات بتزويده بالأدوية والمستلزمات الطبية. ما زالت محافظة ذمار تستقبل أعدادا جديدة من جثث مسلحي ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم في جبهة القتال لا سيما في محافظات عدن وتعز والبيضاء. وذكرت مصادر محلية في عدد من المديريات أنه تم دفن العشرات من مسلحي الحوثي وأن من بينهم قيادات ميدانية كبيرة. ودأبت جماعة الحوثي المسلحة التكتم على مراسم الدفن والإعلان عن عدد قتلها حتى لا تؤثر في معنويات ميليشياتها. وكان الناشطون قد تداول قبل يومين وصول أكثر من 30 جثة حوثية إلى محافظة ذمار تم جلبهم على ناقلة دينا من مدينة عدن. استنكر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء اقتحام ميليشيات الحوثي والقيادات الأمنية الموالية لها للمنازل واختطاف عدد من كوادره. ودعا إصلاح البيضاء في بيان له ميليشيات الحوثي للإطلاق الفوري لكافة المختطفين لديها، وحمل جماعة الحوثي وكل العاملين تحت سلطتها من قيادات أمنية وعسكرية كامل المسؤولية القانونية الجنائية عما قد يتعرض له المختطفون من مخاطر. صدر بيان عن المكتب الإعلامي للشيخ حميد الأحمر على خلفية التسريبات المزيفة عن المواقف السياسية للشيخ على لسان بعض وسائل إعلام الحوثي وصالح. نتابع. استهجن المكتب الإعلامي للشيخ حميد بن عبد الله الأحمر ما نشرته وسائل إعلام تابعة للمخلوع صالح وجماعة الحوثي من معلومات مضللة وتسريبات كاذبة تسعى للنيل من مواقف الشيخ حميد الأحمر كالترويج لوجود تغير إيجابي في موقفه لصالح المخلوع، وكذا محاولة الإساءة لعلاقاته بدول المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وحيال هذه التسريبات فقد أكد المكتب الإعلامي أنه لا يعتد بأي موقف أو تصريح منسوب للشيخ حميد بن عبد الله الأحمر ما لم يصدر عن مكتبه الإعلامي أو ينشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك. وأكد البيان موقف الشيخ حميد الأحمر من علي عبد الله صالح واصفا إياه أنه كان وما زال المسؤول الأول عما حل باليمن من كوارث وأزمات متتالية طوال أكثر من ثلث قرن، وأنه الخصم الرئيس لكافة أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحه، وأن النضال الذي بدأته كوكبة من رجال اليمن ولعدة سنوات وفي مقدمتهم الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر لإسقاط علي عبد الله صالح سيستمر ولن يتوقف بإذن الله حتى يتخلص الشعب اليمني تماما من هذا الشخص ونظامه الفاسد وحلفائه وأعوانه في الشر ويقدم للقضاء. وفي رد على الافتراءات المنسوبة للشيخ حميد فقد وصف البيان على لسان الشيخ المملكة العربية السعودية بالشقيقة الكبرى والبلد الجار، وأن ما يربطها باليمن شعبا وإنسانا وتاريخا علاقة خاصة وتجمعهما أواصر الإخاء في الدين والعقيدة والمصير المشترك ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ومن المهم تعزيزها وتقويتها لمواجهة التحديات الراهنة والأخطار المحتقة بالبلدين الشقيقين. وعبر في البيان عن إشادته بالمواقف المشرفة التي اتخذتها قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة
بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكافة إخوانه في قيادة المملكة والتحالف العربي، والتي مثلت استجابة أخوية صادقة وشعورا عاليا بالمسؤولية تجاه أشقائهم في اليمن، مقدرا ما تصبه هذه المواقف في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتحقيق التضامن العربي والإسلامي. وفي البيان جدد الشيخ حميد الأحمر دعوته لمن تبقى في صفوف تحالف قوى الشر للمخلوع صالح وجماعة الحوثي، دعاهم إلى مراجعة حساباتهم وفك ارتباطهم بالانقلابيين الذين أجرموا بحق اليمن وأدخلوا الحزن إلى كل بيت يمني ونشروا الخراب والدمار في أرجاء الوطن. كما دعاهم بعدم المراهنة على جواد خاسر في طريقه نحو الهزيمة والاندحار المخزي، ودعاهم بالعودة إلى جادة الصواب ليسهموا في بناء اليمن الجديد. وفي ختام دعوته لمن تبقى منهم في صفوف تحالف الشر بفك الارتباط، أكد لهم أنها مسألة وقت فقط حتى يتمكن أبناء الشعب اليمني بإذن الله وبمؤازرة أشقائهم من تطهير اليمن من ميليشيا العنف والتمرد. وفي ختام بيانه أمنية من الله عز وجل أن يكون شهر رمضان المبارك فلا خير لليمنيين وحقنا لدمائهم وخاتمة لمعاناتهم، وأن يجزي خير الجزاء الأشقاء والأصدقاء وكل من يساعد ويساهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن واليمنيين والحفاظ على دينهم وعقيدتهم ووطنهم ووحدتهم وشرعيتهم. وجدد العهد بأنه سيظل جنديا وفيا في سبيل الله والوطن مع كوكبة الشرفاء حتى تحقيق كامل أهداف الثورات اليمنية المجيدة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والحادي عشر من فبراير. نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار المربي والتربوي الأستاذ محمد حسين النيساني عضو هيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحافظة الذي وافته المنية يوم أمس إثر مرض مفاجئ. وأشهد بيان النعي بمناقب الفقيد الراحل ودوره في المجال التربوي في مديرية الحداء، مشيرا إلى أن الفقيد النيساني أفنى حياته في سبيل خدمة الوطن وتربية الأجيال، فضلا عن دوره في مجال التعاونيات ثم المجالس المحلية.